أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. قسم يتكرر، ولكن هل تمت ترجمته على أرض الواقع؟ 4 سنوات أخرى تعيشها مصر تحت حكم السيسي، 4 سنوات جديدة، رئيس يرتدي بزة مدنية بينما الخلفية ظل عسكري ظهر رغم أنف الكاميرات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المسائية. أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات، يفترض أن تكون الأخيرة بنص الدستور الحالي وحتى إشعار آخر ما لم يتم تعديل المادة المتعلقة بمدد الرئاسة. وقد فاز السيسي بولاية ثانية بعد انتخابات جرت في مارس الماضي من دون منافسة حقيقية، بعدما جرى تهديد واعتقال من يمكنهم المنافسة وإجبارهم على الانسحاب. وقف السيسي أمام مجلس النواب الذي صنعته أجهزة أمنية حسب مراقبين، يقسم بالله قسما جديدا، يأتي استكمالا لسلسلة من الأيمان السابقة التي أداها في عهود مبارك ومرسي وعدلي منصور. والسؤال، هل يصدق السيسي في قسمه أم لا؟ فلنتابع. ليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا 1 و2 و3 و10 من أفاضل الناس وتختاروا زي ما أنتوا عايزين. وإيه اللي حصل؟ إحنا لسه مش جاهزين. مش عيب يعني، ما هو يعني إحنا بنقول الأحزاب بيبقى أكتر من 100 حزب، طب في قدموا حد كتير. وأن أحترم الدستور والقانون. الدستور بتاعنا اللي احنا استفتينا الشعب المصري عليه وخد اغلبيه كبيره بيعتمد في حسن نوايا كثيره. وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه الوطن. فضلكم أرجو إن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. حول هذا الموضوع انضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي وائل قنديل. أستاذ وائل، أرحب بك معنا. الحقيقة دعني لا أبدأ حتى من ما طرح من تساؤلات في التقرير الأخير، لكن أبدأ من الصورة التي خلفي عبد الفتاح السيسي، لكن هناك إذا حاولت أن ترى هناك ظل عسكري ظهر رغم أنف الكاميرات. هذه الصورة لوكالة الأنباء الفرنسية، هل هذه الصورة التي جاءت هكذا اعتباط تعد هي الصورة الرئيسية للمرحلة الجديدة لحكم السيسي في مصر؟ بالضرورة عبد الفتاح السيسي سيحافظ مخلصا على النظام العسكري، على النظام العسكري، النظام الجمهوري. لا توجد أي ملامح لما يسمى جمهورية في مصر الآن. نحن أمام نظام عسكري. بعيدا عن هذه الصورة، لو لاحظت مثلا أسطول الطائرات الذي غطى سماء ميدان التحرير على ارتفاع منخفض اليوم، 7 طائرات رفعت، 7 طائرات كانت تمثل القوات المسلحة والدفاع الجوي والبحرية، كل الأسلحة
وبالتالي عبد الفتاح السيسي يريد أن يوصل هذه الرسالة، رسالة الفزع، رسالة الترويع. وربما يعني هو أتحدث منذ قليل عن فكرة أن الأيام الأروع أيام الشعب المصري، يعني ربما يقصد الأكثر ترويع. هو يطل على الناس رئيسا عسكريا محاطا بكل هذه الجحافل على الأرض من القوات الأمنية، شفنا كيف أغلق ميدان التحرير بهذه الحشود الأمنية، وفي السماء كل الأسلحة الرئيسية للقوات المسلحة بتزف هذا الجنرال إلى البرلمان. وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث هنا عن نظام جمهوري، ولكن هو شخص ذهب عسكريا وولاؤه الأول والأخير لهذه العسكرية، وفلسفته في الحكم هي فلسفة عسكرية. وإذا نظرنا إلى سلسلة الإجراءات الطويلة سواء في على مستوى السياسة أو الاقتصاد، يعني كان لدينا الهيئة الهندسية مهيمنة على المشهد الاقتصادي وعلى العملية الاقتصادية في مصر، الآن هناك ما يشبه هيئة سياسية عسكرية أيضا بتتولى شؤون الأحزاب. وشفنا عمليات الإنزال العسكري داخل الأحزاب بما فيها حزب الوفد العسكري نفسه. وبالتالي حتى ما يسميها عبد الفتاح السيسي المعارضة والحوار مع المعارضة، هو يريدها معارضة عسكرية من جنرالات سابقين أو لاحقين أو يؤحلون إلى التقاعد لكي يلعبوا أدوارا سياسية في خدمة هذا. ما رأيك إلى إذا ذهبنا لكلمة السيسي بشيء من التفصيل ومقتطفات منها مشاهدينا الكرام؟ نبدأ بتصريحات اليوم، والبداية مع القسم الذي أداه اليوم. دعونا نعيد سماعه من جديد فلنشاهد. إعلان فوز السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. والآن وإعمالا لنص المادة 144 من الدستور، ليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وينضم إلينا الآن عبر سكايب من تورنتو بكندا الدكتور ثروت نافع، وكيل سابق للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري. دكتور ثروت، أرحب بك معنا، وأبدأ بما وصف به ضيفي في الاستوديو الأستاذ وائل قنديل، أن المرحلة القادمة السيسي لا يتحدث عن الجمهورية لكن يتحدث عن حماية الدولة العسكرية من وجهة نظري. تتفق مع هذا الطرح دكتور ثروت؟ أهلا بحضرتك الكريم. يعني هو السيسي كان واضح من بداية استيلائه على السلطة أنه جاء للحفاظ على مصالح ما يسمى بالمنظومة الدولة العميقة، وعلى رأسها يعني المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية اللي بيتحكم فيها عدة جنرالات داخل المؤسسة العسكرية. فيعني الرجل واضح من البداية يعني منذ استيلائه على السلطة بأهدافه وينفذها حرفيا. يعني أنا لا أرى في السيسي أي تناقض فيما قاله قبل انقلابه أو حتى بعد انقلابه، بل على العكس. يعني كان في بعض الأحيان يعني منذ انقلاب 52 حتى عهد مبارك كانوا بيحاولوا يتزينوا بالزي السياسي أحيانا الجنرالات وهم يحكمون مصر، أما السيسي فلا يحاول حتى أن يتزين بهذا الزي،
ولا يحاول حتى أن يقوم بأداء تمثيلية انتخابات كما كان يفعل مبارك، بل هو يحاول أن يفرض يعني وجهة النظر الذي يعتنقها بأنني أمتلك السلطة وأنني أنا الوحيد الذي يحق له أن يحكم البلاد، كما قال أحد المدافعين عنه من رجاله في الصحافة حين قال وهو يعني يزهو بنفسه أنه ذهب إلى جنرال آخر شفيق وقال له أنت المفروض تخرج من المشهد لأن السيسي هو اللي تعب وجيل، يعني هم يتحكمون فيها كأنها عزبة وليس دولة. حتى نتعامل مع الموقف كأننا نتعامل مع فترة رئاسية أو رئيس جمهورية أو انتخابات، هي بالنسبة لهم يعني كعكة كما يطلقون عليها الجنرالات الآن، يتقاسمونها يتحكمون فيها، ولم يعد يأبه يعني بالصورة السياسية التي كانت تغلف المشهد. لكن يا دكتور، وحتى رسالته كلها موجهة إلى الغرب وليس إلى الدفاع المصري. اسمح لي، يعني أنت فكرة غياب السياسة في الأربع سنوات الماضية من حكم السيسي، أنت تعتقد أنه ستغيب السياسة أكثر، لن تكون هناك سياسة على الإطلاق في الأربع سنوات القادمة من حكمه؟ سيكون هناك سياسة يعني نورث كوريا، يعني كوريا الشمالية، يعني ليه وجود منظومات كده شبيهة بالمنظومات السياسية، لكن مش على الطريقة المباركية اللي هي يعني فيها بعض السكيلز أو بعض المهارات، هي هتكون حاجات يعني نشأة من خلال منظومة واحدة بس المؤسسة العسكرية، وهو ما يحدث الآن مثلا. حتى أعرق حزب في مصر هو يشوه كل شيء عريق في مصر، يعني منذ سرقة الآثار حتى سرقة التاريخ الحديث في السياسة، يعني حزب زي حزب الوفد وإن كان وصل إلى مرحلة شكلية الآن وصل إلى مرحلة هزلية بتعيين جنرال أو أحد العسكريين ليقوده، يعني العملية بقت مسرحية هزلية سخيفة حتى في تحليلها وليس في مناقشاتها. الموضوع ظاهر للعيان، يعني يطلع في 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 احد اللقاءات يقول انا كنت عايز ناس تنافسني، وهو قبلها بيومين حابس كل واحد دخل ينافسه، يطلع يقول انا بفتح زراعاتي لكل واحد يعارضني، وهو قبلها بكم يوم حابس كل المعارضين المدنيين. يعني الموضوع اصبح لا يحتاج الى تحليل، الرجل صريح وواضح ولا يأبه باي شيء، ولا يأبه بالنقد، ولا يأبه حتى ولا يخجل حتى من أن يفعل الشيء وعكسه في نفس التوقيت وفي نفس الزمان وفي نفس المكان. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ثروت نافع البرلماني السابق، كنت معي عبر سكايب من تورنتو بكندا، شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام، وفي كلمته أيضا قال السيسي إن شاغله الأكبر سيكون تحقيق التوافق، ولن أستثني إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته وغير ذلك، كما يقول فمصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين، من اختلف معي ومن اتفق. فلنشاهد. أذكركم ونفسي بمسيرتنا سويا منذ أن لبيت نداءكم وارتضيت بأن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن ممن أرادوا له السقوط في براثن الانهيار والدمار، متاجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى، وأنا على العهد معكم باق، لم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا، ولن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحدي، وزادي في طريقي هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا وإيماني بأن اصطفاف الشعب المصري العظيم هو ضمانة الانتصار والعبور نحو المستقبل. السيدات والسادة، إن مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا وبكل ثرائنا الحضاري، وإيمانا مني بأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا، فإنني أؤكد لكم
أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي. أستاذ وائل القنديل، أنا رئيس لكل المصريين، من اختلف معي ومن اتفق، هل هذه بداية لمرحلة جديدة مع معارضي عبد الفتاح السيسي أم لا؟ لا أظن، يعني السيسي دائما يقول ويفعل العكس. يعني المختلفين، دعنا نشوف ننظر على طابور المختلفين المسالمين الهادئين جدا، يعني منذ المستشار هشام جنينة، الدكتور عبد المنعم بالفتوح، سامي عنان، قافلة ضخمة جدا من النشطاء السياسيين الذين كانوا يعني في ضمن هذه المنظومة، والذين كانوا خارج هذه المنظومة، ولكنهم لا يملكون تناقضا جذريا مع سلطة عبد الفتاح السيسي، هم فقط يريدون نوع شكل من أشكال المعارضة السلمية المدنية، ومع ذلك هم خلف القضبان. وبالتالي دائما عندما تسمع السيسي يتحدث عن الميل أو الاتجاه في طريق معين، تأكد على الفور أنه سيسلك الطريق الآخر. يعني كلما يعني تنطن بعبارات التوافق والمصالحة، فيعني هذا للأسف الشديد يجعلنا نتشائم كثيرا بما مزيدا هو من الاعتقالات، مزيدا من القمع، مزيدا من سحق الأمة المصرية التي هو بيتحدث عنها، لدرجة أنني يعني لا أفهم كلامه عن قبول الآخر. يعني الآخر الطبيعي بالنسبة للمصريين، للأمة المصرية عموما، هو العدو، هو العدو الصهيوني. ربما كان يقصد قبول الآخر الصهيوني في المعادلة المصرية كما هو موجود في المعادلات السياسية والاقتصادية لدى السلطة الحاكمة. وبالتالي الإنسان المصري يعني كيف يتحدث حاكم عن التوافق المجتمعي أو المصالحة الاجتماعية وهو كل يوم تقريبا لا يمر بدون أن يتخذ إجراء أو سياسيا أو اقتصاديا بيسحق العموم الأعظم من هذا الشعب المصري بسلسلة القرارات الاقتصادية المنبطحة تماما أمام ما يطلبه صندوق النقد الدولي، والذي هو يعني هو نعش كل الطغاة والمستبدين يعني وتجارب التاريخ. سنأتي لهذه النقطة الخاصة بالاقتصاد بشيء من التفصيل، لكن دعني أشرك معنا ضيف آخر عبر الهاتف من اسطنبول، الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة. دكتور أيمن، أرحب بك معنا. لعلي قبل أن أدخل إلى الهواء مباشرة، قرأت مقال يعني يقول كاتب المقال لعل الصيغة القادمة في مصر هي ستكون صيغة أقرب لصيغ حسني مبارك، يعني تحدث عن التنمية، عن هامش حريات، عن هامش سياسي. هل تعتقد أن السيسي متجه في هذا الاتجاه، أم أن السيسي ينشئ دولة أخرى تماما حتى مناقضة لدولة حسني مبارك؟ يعني للأسف يبدو أننا في حالة من الحالات التي يمكن أن نسميها بأسوأ من حالة مبارك، رغم وجود تشابهات كثيرة، رغم اعتناق مبارك الأول ومبارك الأخير نفس المنهج، فكرة التأشير عكس خط السير، يعطي إشارات ويقول كلمات ثم يفعل عكس هذا تماما. وخليني أقول لك يعني النهاردة على وجه التحديد، الرجل يعني قبل أن يقسم اليمين الدستورية باحترام القانون جاء بموكبه عكس اتجاه السير في ميدان التحرير مخالفا للقانون. الرجل فور أن انتهى من قسم اليمين اللي بيتحدث فيه عن مصالح الشعب ورعايتها رعاية كاملة، رفع فواتير المياه التي تمس كل البيوت في مصر. الرجل يتحدث عن المصالحة المجتمعية وسيعطيها الجزء الأكبر من وقته، والحقيقة هو انصرف في الفترة الأخيرة ليطول قمعه حتى من ساندوه، يعني حتى الذين وقفوا إلى جواره وأتوا به سواء من خلال 36 أو 37، حتى دول لم يسلموا منه ومن سجونه ومن معتقلاته إلى آخره. فأنا بتصور يعني، واسمح لي أقول لك إن آخر يمين دستوري كان من 13 سنة، كان مبارك في عام 2005، وقال بيان ما زلت أذكره لأني أنا كنت حاضرا لهذه الجلسة،
ليس باعتباري يعني منافسه في هذه الانتخابات، لكن باعتباري كنت نائب في البرلمان. قال نفس العبارات عن القبول بالآخر والذين انتخبوني والذين لم ينتخبوني، وبعد ساعات قليلة اعتقلني بعد هذه الجلسة اللي أنا كنت حاضر فيها، وكان الحرس الجمهوري يجلس إلى جواري تحسبا أن أقف وأقول باطل أو غيره، وكان يجلس إلى جواره القذافي رح أطلع عليه. فأنا عايز أقول هذا النمط من الحكام هو نمط واحد، ربما السيسي هو يعني مستبد خام، يعني أكثر غشم وغباء. لكن يعني تستبعد فكرة دكتور أيمن، عفوا، تستبعد فكرة المصالحة، تستبعد أن تهدأ الأمور على عكس السيسي في نسخته الأولى إذا صح التعبير، يعني في الأربع سنوات الماضية، هل تستبعد مثل هذه الأمور؟ شوف، أنا لا أستطيع أن أستبعد، لكن لا أرى أي مؤشرات تؤكد جدية الرجل في هذا الاتجاه. لكن أعتقد أن عليه ضغوط، أعتقد أن الموقف الأوروبي على وجه التحديد الموقف الألماني والفرنسي مختلف شوية عن المرحلة السابقة. المجتمع الدولي قد يمارس بعض الضغوط، لكن مش بالقدر الكافي لإحداث هذا التغيير. فأنا أتصور أن الرجل مضطر أن يناور بإعلان كلمات مثل التي قالها اليوم، بالدفع ببعض المبادرات التي يعرف أن مصيرها يعني منتهي من قبل أن تبدأ. مثل هذه الأمور أعتقد أن هو قد يسعى للتلاعب بها لكسب الوقت، لكن هو غير جدي بالمرة في فكرة المصالحة المجتمعية، رغم أن هذا التزام ورد حتى في وثيقة 3/7 التي أعلنها ولم يلتزم بأي شيء مما أعلنه. فأنا لا أتصور يعني أننا يجب أن نعول على هذا. يعني الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة كنت معي عبر الهاتف من إسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. وعودة لكلمات السيسي مرة أخرى، أو لكلمته اليوم، فقد أكد أن الدولة المصرية تمضي قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح، دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات على حد تعبيره. كما ستمضي الدولة المصرية قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح، دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها، تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين، والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصرية بالمنطقة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من برلين تقادم الخطيب الباحث بجامعة برلين الحرة. يعني سيد تقادم، أبدأ معك فيما يخص العلاقات الخارجية التي عمل عليها السيسي خلال الأربع سنوات الماضية، والتي يراها من وجهة نظره أنها كانت علاقات متوازنة لم تنزلق بمصر في أي مهوى غير مبرر، ما رأيك؟ يعني هو فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية الخاصة مثلا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه نجح تماما في أن يقدم نفسه أو أن يقدم تنازلات عديدة جدا لهذه الدول، أو كما يقول يشتري يعني رضاها. وأنا لا أتوقع في الحقيقة يعني أن الانتقادات التي توجهها له سواء كانت ألمانيا أو فرنسا يعني أن تؤدي أي دور آخر، لأنه حتى في النهاية يعني الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية يعني تسانده الآن، وبالتالي يعني هناك يعني أسلحة يتم شرائها وهناك ملايين يتم دفعها، وبالتالي يعني مسألة الصمت يعني هي سيدة المشهد يعني في الداخل الأوروبي. أما فيما يتعلق بالمحيط العربي، أعتقد أن التحالفات التي يتم تشكيلها الآن، خاصة يعني الحلف السعودي الإماراتي المصري الإسرائيلي في مواجهة الحلف الإيراني، يعني يعمل على قدم وساق في تقويض كل التحركات الشعبية
التي نشأت في 2011 حتى هذه اللحظة، وأعتقد أنه ناجح تماما لأن لديه يعني قدرات متعددة، سواء كانت يعني قدرات مادية ضخمة جدا ونفوذ، يعني قام بتشكيل لوبيات متعددة في عدد من الدول الأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر متعلق بالجزء الأفريقي، أعتقد أنه يعني هناك أزمة حقيقية يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، وأظن إنه مصر يعني لديها أزمة لأنها فقدت يعني قدرتها الإقليمية على أن تكون أحد قيادات المنطقة أو لها دور إقليمي حقيقي كما كان في السابق. الآن أصبحت يعني تابع للحل يعني الإمارات والسعودية يعني من خلال الدعم المالي الذي يقدم لها، وبالتالي هي فقدت دورها الإقليمي الذي كانت تلعبه من قبل، ولذلك نجد أن هناك يعني فشل في العديد من الأمور المتعلقة مثلا فيما يتعلق بمسألة سد النهضة على وجه التحديد. لم تستطع مصر أن تستخدم القوى الناعمة التي لديها، يعني سواء كانت الكنيسة أو الأزهر الشريف فيما قبل وأشياء أخرى جدا، وبالتالي يعني هناك تقلص في الحقيقة في الدور الإقليمي. وأنا أعتقد أقول يعني أنه مسألة التوازنات التي تحدث عنها هي ليست توازنات في الحقيقة بقدر ما هي خضوع للقوى الإقليمية الأخرى، ولم يعد لمصر أي دور، وبالتالي يعني لا يمكن أن نتحدث عن أن مصر يعني دولة كبرى أو غير ذلك، هي دولة خاضعة أصبحت الآن وتابعة في الحقيقة. يعني ابقى معي دكتور سعود إليك. أستاذ وائل، يعني يبدو أن السيد تقدم الخطيب فرق ما بين شيئين، الخاص بالاتحاد بأوروبا أو بالولايات المتحدة الأمريكية، لا استطاع السيسي كسب هذه الجولة إلى آخرها بعدة أمور، لكن على المستوى العربي يقول أنه أصبح تابع للسعودية للإمارات وفقد العمق الأفريقي بالكامل. تتفق مع هذه الرؤية؟ طيب قبل أن أتطرق لهذا الموضوع، بس ليس آخر يمين دستوري هو في 2005، الرئيس محمد مرسي هو آخر يمين دستوري للرئيس منتخب، صحيح أنه لم يكن داخل مبنى البرلمان ولكنه كان في حضور نواب البرلمان بغرفته في جامعة القاهرة، وهذا مشهد مع نعم لعل من يتحدث عن آخر يقصد داخل المكان البرلمان، تتكلم عن المبنى ولكن هو آخر صحيح. فكرة أن السيسي تبعية السيسي للسعودية والإمارات وأنه نجح مع الاتحاد الأوروبي، عبد الفتاح السيسي لا ينظر إلى الاتحاد الأوروبي ولا ينظر إلى القوى الإقليمية المعادية للربيع العربي، عبد الفتاح السيسي يحركه فقط العلاقة مع الكيان الصهيوني، العلاقة مع إسرائيل، هو يؤمن هذه المسألة تماما، ومن خلالها يستطيع أن يدخل على الاتحاد الأوروبي وأن يدخل على البيت الأبيض وأن يفتح حتى بما فيها ما يسمى الرعاة الإقليميين لهذا الانقلاب، لأنه للأسف الشديد يعني تجربة العامين الماضيين منذ أزمة حصار قطر أظهرت إلى حد بعيد أن الكل الآن يهرول ناحية إسرائيل، فإذا قست العلاقة بإسرائيل فعبد الفتاح السيسي ليس تابعا لبن سلمان ولا بن زايد في هذه النقطة تحديدا، بل ربما يعني إن لم يكنوا شركاء في التبعية لهذا الكيان وخب ود هذا الكيان، ربما يكون السيسي يقود هذا المحور على المستوى الإقليمي لأنه الأقرب إلى الكيان الصهيوني. أنا متفق مع فكرة أنه لا ينبغي أن نراهن كثيرا على التغير الموقف المجتمع الدولي من عبد الفتاح السيسي، لأن مواقف المجتمع الدولي كان هناك خطاب أعلى من ذلك بكثير في 2014 و2015 عن الأوضاع في مصر وعلى الانتهاكات في مصر، ولكن تأتي صفقة تسليح واحدة فتنهي كل ذلك، تنهيها صفقة تسليح يمولها الرعاة الإقليميون ويسهلها أو يطلبها الكيان الصهيوني، كما رأينا في الحالة الألمانية تحديدا عندما ذهب السيسي إلى زيارة ميركل في ذلك الموكب المهيب في ذلك الوقت، عرفنا وقتها أن إسرائيل لعبت دورا في إتمام هذه الزيارة وفي إنجاح هذه الزيارة وإخراجها على النحو الذي جاء به عاد به عبد الفتاح السيسي ليمارس مزيد من القمع ومزيد من البطش، وبالتالي أي رهان على مواقف دولية لن يجدي، لأنه هو المجتمع الدولي وهذا الذكاء الذي يعني يمارسه السيسي بيلعب لعبة أنه شرطي المنطقة فيما يخص الإرهاب وأن مصر تقود حربا ضد الإرهاب نيابة عن الجميع ونيابة عن العالم، وبالتالي هو يسجل نقاطا في هذا المجال. طيب قبل أن أعود للسيد التقدم ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من أسطنبول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية. دكتور سيف أرحب بك معنا، لكن
يعني قبل العودة لفكرة العلاقات الخارجية، إذا أردنا أن نوصف الأربع سنوات الماضية من حكم عبد الفتاح السيسي في عنوان، ماذا نقول عنها دكتور سيف قبل أن ننطلق للمستقبل؟ أنا أعتقد أنه حكم انقلابي فاشي يقوم على قاعدة نظام بوليسي وأمني استطاع أن يشكل ما يمكن تسميته بجمهورية الخوف، متبعا سياستين واستراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى استراتيجية التفزيع والترويع، والاستراتيجية الأخرى تتعلق باستراتيجية الإفقار والتجويع. وأظن أن هذا هو ملخص الأربع سنوات وما قبل الأربع سنوات منذ الانقلاب. سنجد أن هذه الاستراتيجيات هي الحاكمة لموقف السيسي وإدارته، التي لا تقوم بأي عمل سوى تدمير مثل ذلك الشأن. طب دكتور، يجب الحديث. نعم، إذا كنت وصفت من وجهة نظرك أن الأربع سنوات الماضية هي أربع سنوات فاشية وانقلابية، ما أفهم وما أقرأ يقول أن أي رئيس لو يريد أن يستمر لفترات طويلة في الرئاسة يجب أن يفتح بعض، يعني إذا صح التعبير، نوافذ أمل، نوافذ هوامش للحريات وللسياسة، ينشئ هوامش كما كان يحدث حتى في عهد حسني مبارك. هل تعتقد أن عبد الفتاح السيسي من الممكن أن يسير في هذا الاتجاه أم يستمر على ما فعله في الأربع سنوات السابقة؟ أنا أعتقد أن البعض اللي بيتحدث عن المصالحات وكل هذه الأشياء يتغافل عن أشياء كثيرة، وأهم هذه الأشياء أنه يطالب الطرف الذي يأتي عليه كل هذه المسائل التي تتعلق بالحبس والاعتقال والمطاردة، ويطالبه بعد ذلك بالموافقة على هذه المصالحة من دون أن يقوم أو يبادر النظام بأي أمر يتعلق بذلك الشأن. هذا النظام يقوم في إطار التعامل ضمن معادلة صفرية، ولا نظن أنه يمكن بشكل من الأشكال أن يتحدث عن مصالحة حقيقية. وأن في واقع الأمر لو رأيت ما أسمي بخارطة الطريق التي أسميتها بشكل مبكر قاطعة الطريق، وهذه الخطة كان فيها بند يتعلق بالمصالحة، ولكن هذا البند تحول بعد ذلك إلى حالة استئصالية وصناعة كراهية وكل هذه الأمور. طالت الجميع، لم تطل فقط الإخوان ولكنها طالت كل هؤلاء الذين تجرأوا وشاركوا في ثورة 25 يناير من الشباب ومن متوسط العمر ومن كل هؤلاء الذين نراهم الآن وراء القضبان وفي السجون. إذن نحن أمام منظومة فاشية استطاعت بشكل منظم وممنهج أن تقوم بمثل هذه الأمور في اعتقال الثورة واعتقال أهلها، في محاولة لتفريغ هذا الحدث من مضمونه، بعد أن قامت بالواجب في تشويه هذه الثورة بسياسة إعلامية ممنهجة، واستطاعت بعد ذلك أن تقوم بكل ما من شأنه محاصرة هذه الثورة من خلال فعل مضاد لتلك الثورة وبقوة ذات مصلحة في هذا الشأن. شكلت ذلك النظام الفاشي بأذرعه الفاشية من إعلام وقضاء وأمن وشرطة.
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر الهاتف من أسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. سيد تقادم، الأستاذ وائل خنديل يقول أن مفتاح علاقات السيسي الخارجية كانت هي إسرائيل التي حددت الاتجاهات والتي ساعدته كثيرا على التقرب للقوى الدولية، سواء في الغرب أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى القوى الإقليمية. هل تعتقد ذلك المفتاح؟ مفتاح نجاحه كانت إسرائيل؟ يعني هي، أنا لا أريد أن أضخم يعني كثيرا في الأروقة الغربية في الحقيقة يعني من سياسة إسرائيل، لكن في النهاية هي جزء من حلف أساسي في المنطقة يراد أن تكون هي يعني اللاعب الأساسي فيه، وبالتالي يعني التقربات المتواجدة، هناك تفاهمات كبيرة جدا، هناك تقربات أوضح، وبالتالي هو يعمل على هذه التقربات وعلى هذه المنهجية، لأنه في النهاية يعني حتى في بعض الدول الأوروبية خاصة هنا مثلا في ألمانيا، يعني أنا أعرف مثلا أن هناك هنا في ألمانيا نوع من الالتباس ما بين معاداة السامية وما بين عملية انتقاد إسرائيل، وهو استغل هذه النقطة في الحقيقة، لأنه في النهاية يعني حينما نتحدث عن هناك دولة موجودة في محيط معين وهي يعني كما يروجون أنها دولة ديمقراطية، أهم دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط، يعني كل هذه المسائل قد تكون أحد الأسباب يعني التي تجعل هناك نظرة إلى هذا الحلف. لكن في النهاية حينما تتغير المعادلة في الحقيقة، يعني كما حدث في 2011، وأنا أعتقد أن مبارك نفسه كان لديه تقارب مهم جدا مع إسرائيل، حتى أن السادات نفسه حينما عقد اتفاقية كامب ديفيد، يعني وهذه يعني هو نمط معين تتبعه يعني الدولة المصرية يعني منذ اتفاقية كامب ديفيد، صحيح أن هناك حالة الانبطاح الموجودة الآن غير معهودة، وأنا أعتقد أنه الراعي الرسمي لها كما قلت يعني دول الخليج، لأنها التي تقوم بالتمويل الأساسي، وهذه نقطة مهمة لأنها لديها لوبيات مهمة جدا في الدول الغربية وكذلك يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الانبطاح يعني المتواجد التي عهدته الدولة المصرية، الأساس أو الخطاب الأساسي الذي يقول به النظام المصري في الغرب أننا نريد أن نحافظ على السلام، وبالتالي هو يقصد هنا إسرائيل. وبالطبع معروف أن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية هي تسعى دائما أن يكون هناك يعني عملية حماية لدولة إسرائيل في المقام الأول، ولذلك أي شيء سوف يأتي من خلال قيام تحالفات معينة تلعب في إسرائيل دورا مهما سوف يكون هنا يعني فيه نوع من الموافقة الكبيرة جدا. لكن أنا لا أذهب في الحقيقة إلى عمليات التضخيم الكبيرة جدا التي تقودها يعني إسرائيل في المنطقة، وهذا لا ينفي أيضا أنها قد تلعب في بعض الأحيان يعني بعض الأمور الوساطات يعني التي تلعبها أي دول أخرى، يعني مثلا هنا في ألمانيا يعني حينما جاء السيسي في المرة الأولى من دفع صفقة التسليح كانت دول الخليج ولم تكن إسرائيل مثلا، يعني إذا يعني هناك هي نوع من تبادل الأدوار في الحقيقة، لأنه في النهاية أهم دولة موجودة في المنطقة يجب أن يتم احتوائها ويتم يعني كما يقولون يعني تحييدها هي مصر، شكرا وبالتالي جزيلا. يعني الدعم سوف يكون مكفولا من أماكن مختلفة. السيد تقادم الخطيب الباحث بجامعة برلين الحرة، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من برلين، أشكرك شكرا جزيلا. شاهدينا الكرام، وفي الكلمة التي ألقاها قبل أداء السيسي القسم الرئاسي، قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال إن فوز السيسي بالرئاسة لفترة ثانية هو وفاء لثورة 30 يونيو العظيمة على حد تعبيره بانضمام الشرطة والجيش، متجاهلا ذكر ثورة يناير. أن الجماهير التي قالت لكم نعم إنما اعترافا منها بالجهد العظيم الذي بذلتموه، وجاء قرارها يحملكم مسؤولية الاستمرار في قيادة المسيرة تعبيرا عن وعيها بالمكاسب والإنجازات التي تحققت، وثقة منها أن المستقبل معكم أفضل، ووفاء منها لتلبيتكم نداءها وإنحيازكم لثورتها في 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي استرد فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون ضد من أرادوا اختطاف هويتهم، فاستظلوا بعلم الوطن وانضم إليهم رجال الشرطة وحماهم جيش الشعب.
علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، هل تجاهل ذكر ثورة يناير متعمدا أم سقطت سهوا؟ هذا هو سؤالي للأستاذ وائل القنديل. متعمدا وبالأمر المباشر، لأنه أنت لو تذكر عبد الفتاح السيسي في آخر حديث له عرج على ثورة يناير وتحدث عنها على اعتبارها مش هتتكرر تاني، لن تتكرر هذه الأعمال، وأنها يعني هي مؤامرة، يعني في عقيدة نظام 30 يونيو الذي جاء لمحو ثورة 25 يناير أنها مؤامرة خارجية أو مشروع لهدم الدولة المصرية، وبالتالي يناصبونه العداء. 30 يونيو في نظري، ويعني هذا كلام يخصني يعني ربما لا توافقنا، هي فعل إسرائيلي بالأساس، وبالتالي الأدوار التمويل التي تقوم بها دول الخليج يعني الراعية لهذا الانقلاب تأتي لاحقة للقرار السياسي الذي اتخذته إسرائيل. وهنا يمكن أن نذكر عديد جدا من يعني الخطابات الصادرة عن قيادات عسكرية وسياسية صهيونية ومن داخل معسكر 30 يونيو باعترافاتهم أن إسرائيل لعبت الدور الأكبر في تأمين وحماية هذا الذي يسميه علي عبد العال ثورة عظيمة. تعتقد أن دي لحظة الحقيقة يا أستاذ؟ بمعنى الحقيقة اللي خلاص ما فيش بقى تجميل ل 25 يناير يعني؟ بالضبط. في كلام عبد الفتاح السيسي النهاردة وهو بيتحدث عن عناصر الدولة أو ما يسميه الأمة المصرية ومكونات الصورة، بيتحدث عن رباعي 30 يونيو، الأزهر الجيش والشرطة والأشرة. والأزهر والكنيسة. صحيح. وما خارج ذلك هم من الخصوم، هم من الآخر الذي يسميه عبد الفتاح السيسي، الذي يعني أنا يعني أندهش كثيرا من أن فكرة أنك تسمي قطاعا من شعبك على أنه آخر، يعني هذا نوع من إحكام المعادلة أو ضبط المعادلة التي يتغذى ويعيش عليها عبد الفتاح السيسي منذ لحظة 30 يونيو حتى الآن، وهي سلخ قطاع من الشعب المصري بحيث يكون هو العدو للمصريين وليس العدو التقليدي أو العدو التاريخي الآخر. هو يغذي هذه الفكرة الآن ويغذيها علي عبد العال بكلماته، لأنه الآن نحن في الفعل الانتخابات أو ما تسمى الانتخابات الأخيرة كانت انتخابات 30 يونيو، وهي محاولة تجديد ل 30 يونيو أو شحن بطارية 30 يونيو، ولذلك القسوة، كل القسوة مع كل من يتفلت من داخل هذا المعسكر، من كل من يخرج من هذا السير بسرب 30 يونيو، وحالات كثيرة يعني من أول حزم عبد العظيم وقص كثيرا جدا. صحيح. أي حد بيخرج بيعاقب أشد العقاب. نعم. طيب نبتعد قليلا عن عبد الفتاح السيسي وعلي عبد العال ونذهب إلى النائبة البرلمانية أمال ترابي عضو مجلس النواب، والتي قالت في كلمتها للرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة اليمين الدستورية، قالت تحديدا إحنا مش بنحبك، إحنا بنحب التراب اللي بتمشي عليه، وأضافت قائلة لولاك لكان الشعب المصري في معسكر للاجئين. فلنشاهد. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي سليمان جودة. أهلا بك معنا أستاذ سليمان. تتفق مع أمل طربية أن لولا السيسي كان شعب مصر الآن في معسكرات للاجئين؟ يعني أولا النائبة البرلمانية عندما يعني عبرت بهذه اللغة هي تعبر عن عواطفها تجاه رئيس البلاد، وأعتقد أن هذا من حقها. نمرة اثنين، أتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم في 2014 كانت أركان الدولة المصرية مهددة وكانت أراضيها نفسها مهددة، وأعتقد أن الرجل لا يمكن أن ينكر دوره في حماية هي كانت أراضي مصر مهددة من قبل من؟ يعني اللي احنا عارفينه بعد كده أن تيران وصنافير مثلا ما كانتش مهددة قبل السيسي، لكن يعني مثلا ذهبت للسعودية أثناء حكم السيسي. أنا أتكلم عن الإرهاب الذي كان أو حاول أن يهدد سيناء وحاول أن يكون له موطئ قدم عليها، ولكن أعتقد أنه الجيش المصري كان له بالمرصاد، وأنه لولا الجيش ولولا مثلا عملية 2018
او سيناء 2018 لكان على حسب طيب. تعبير الرئيس كان انت رايك يا استاذ سليمان رايك يعني ان لولا السيسي عفوا استاذ سليمان المقاطعه كويس انت رايك الشخصي ان لولا السيسي وجوده في الحكم كان فعلا المصريين ممكن يكونوا في معسكرات للاجئين؟ تصرفات الاخوان في الحكم في الشهور الاخيره او في الاسابيع الاخيره كانت تشير الى ذلك، لانه الاخوان للاسف الشديد عندما وصلوا الى الحكم عبر انتخابات وعبر اختيار من المصريين لم يحسنوا اداره الدوله وتصرفوا كانهم جماعه او كان هذه الدوله جماعه لا دوله وطنيه، واعتقد انه الاخوان كانوا يهددون الدوله او مفهوم الدوله الوطنيه في مصر. بس يعني على حد علمي وصحح لي انت وانت اكثر متابعه مني بالتاكيد ايام الاخوان ما كانش في 60,000 معتقل في السجون والمعتقلات، الان في 60,000 معتقل. لا يعني الارقام ديت استاذ احمد عليك ان يعني تراجعها وان تدقق. طب قول لي كام، انا يمكن فعلا تكون الارقام غلط رغم ان دي ارقام منظمات دوليه، الارقام كام يعني يا استاذ سليمان؟ لا ما انا بقول لك انا مش مسؤول في الدوله عشان اقول لك كام. يعني اصل انت بتقول بتشكك في الرقم اللي انا بقوله، فبالتاكيد عندك رقم اخر، قول لي الرقم الاخر كام عشان يعني على الاقل نصحح معلوماتنا. انا بس عايز اقول لك انه هذا الرقم اتصور انه مبالغ فيه جدا. نمره اثنين انه اذا كان هناك افراد في الحبس او في السجن فهؤلاء ليسوا معتقلين، هؤلاء يعني تم اقتيادهم الى الحبس او الى السجن عبر تحقيقات قانونيه وعبر وجود محامين لهم اثناء التحقيق، لكن الاعتقال امر اخر، ان يؤخذ الشخص طيب. البيت ويلقى به في الحبس لا تحقيق ولا محامين ولا غيره. ابقى معي يا استاذ سليمان. استاذ وائل ايه رايك لو لا السيسي لكان المصريين في معسكرات للاجئين؟ اولا هو كلام السيده النائبه وكلام الاستاذ سليمان ليس من عنديتهم، يعني ليس انفعالات شخصيه زي كما يسميها سليمان جوده للنائبه، وليس من هذا كلام السيسي حرفيا، هو يعني يلعب على هذا الوتر منذ قبل 30 يونيو في خطاب التفويض وما قبل خطاب التفويض، وهو بيتحدث عن فكرة أنه أنقذ البلاد من الاندفاع نحو المصير المجهول وأنها كانت ستضيع مثل سوريا والعراق وكل هذه الأدبيات. فبالتالي السيدة لم هي أخذت من السيسي وأعطت للسيسي ما قاله عبد الفتاح السيسي. فكرة بقى أنه يعني هذا الإرهاب كان هذا الإرهاب محتملا وصار واقعا متحققا مع عبد الفتاح السيسي، إذا كنا نتحدث عن نتائج على الأرض. إذا أيضا فكرة أن الناس اللي في المعتقلات دول مش معتقلين ومحاميهم، احنا رأينا كيف تتم تصفية محامي المعتقلين قتلا، يعني هناك غير الذين يقتلون في الزنازين من المحامين الذين يعتقلون أيضا، أن يذهب المحامي للدفاع عن ضحية أو متهم ثم يجد المحامي نفسه متهما وهناك قائمة طويلة جدا. فكرة الأرقام التي يحلو للبعض التشكيك فيها أيضا، لم يخرج مسؤول واحد ليقول لنا رقم صحيح، ولكن الرواية الرسمية المعتمدة من عبد الفتاح السيسي والتي بتجري على ألسنة المحيطين بعبد الفتاح السيسي أن هذه الأرقام مبالغ فيها، ولا يجرؤ أحد على أن يذكر أرقامها. طيب. في حين المنظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية بتتحدث عن أرقام ربما تفوق ذلك أكثر من 60,000. وبالتالي هو عداء عبد الفتاح السيسي للمجتمع المدني، قتل المجتمع المدني، يريد أن يخرس هذا الصوت، يريد أن يعني يطمس هذه العين التي ترى ما يتم من انتهاكات. هل مثلا ممكن نسمع في أمريكا أن يطلع النائب في الكونجرس الأمريكي ويقول لترامب إحنا مش بنعشقك مش بنحبك، إحنا بنحب التراب اللي أنت بتمشي عليه؟ ولا ده ممكن نلاقيه ولا في كوريا الشمالية أيضا. يعني لا في كوريا الشمالية لا ما سمعناش هذا الخطاب من كوريا الشمالية لأن لا أحد يتحدث في كوريا الشمالية. هذا نوع من الوثنية السياسية أو الوثنية البرلمانية، نوع من يعني الذهاب بالنفاق إلى مراحل يعني خارقة للمجال الجوي غير معهود في أي مكان في العالم. سأعود إليك أستاذ وائل، لكن مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل نقلة أخرى. قد قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه بعد أن منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه عهدة رئاسية ثانية
من خلال انتخابات مزورة بشكل بشع في مارس الماضي على حد قولها، فإنه كان هناك بعض الأمل في أن يبادر إلى تخفيف ما اعتبر أسوأ قمع في تاريخ مصر الحديث. وأضافت الصحيفة أن السيسي بدأ رئاسته الثانية بحملة قمع جديدة ضد المعارضة بدلا من أن يبدأ بالإصلاحات، الأمر الذي يدل على ضعفه وسط تنام المعارضة ضده في أوساط العسكريين. وأكدت واشنطن بوست أن السيسي أطلق حملة قمع أخرى جديدة بدلا من أن يحقق بعض الإصلاحات، وتمثلت هذه الحملة بموجة جديدة من الاعتقالات التي طالت العديد من المدونين والناشطين المستقلين في البلاد. واختتمت الصحيفة بأن حملات القمع التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي لن تجد لها صدى في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تأكيدها أن السيسي يدخر لنفسه الكثير من المتاعب التي لن يكون قادرا على تحملها في نهاية المطاف. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن السيد ويليام لورنس، مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. سيد لورنس، أرحب بك معنا، وأبدأ بالطبع بما ذكرته الواشنطن بوست من أن السيسي منح نفسه عهدة رئاسية جديدة من خلال انتخابات مزورة وبشكل بشع، وبدأ رئاسته الثانية بقمع على عكس ما كان يتوقع البعض. ما رأيك في هذه الانتقادات من قبل الواشنطن بوست؟ طبعا ان موقف واشنطن بوست طبعا اعتمدت مجموعه مقال كتب بشكل جيد، وانه طبعا قام ان هذا المقال قام بمتابعه الوضع العام على مستوى حقوق الانسان، وقد قام اعتمدت صاحب المقال بمجموعه من المعتقدات، فهو الان المقال ايضا وقف عند الضعف السياسي للرئيس السيسي، وان كيف محاوله تغطيه هذا الضغط انطلاقا من مجموعه من حملة متواصلة يمكن اعتبارها أكبر حملة ضد المنشطات السياسيين. وطبعا الآن فهذا المقال كان مقالا صادما ومقالا صعبا جدا، وانتقد بشدة وضعية نظام السيسي. طيب اسمح لي، هل ما ذهبت إليه الواشنطن بوست أو كاتب المقال من أن على الرغم من أن البعض كان يتوقع بداية مرحلة جديدة العهدة الثانية من للسيسي، على العكس فكرة القمع لعلها وضعت عنوانا عريضا أن هذه المرحلة لن تختلف عن المرحلة السابقة من حيث القمع وحريات الحريات العامة وما شابه، أيضا هل أنت تتوقع ذلك سيد لورنس؟ لا أعتقد أن هناك تحولا حقيقيا خلال هذه الجولة الثانية أو العهد الثاني للرئيس السيسي. فطبعا السيسي ركز على حملته لمحاربة الإرهاب، ومع ذلك نعتبر بأن الآن أن الملاحظ الآن بأن هذه العمليات التي تمت في سيناء لم يتم في شمال سيناء لم يتم تحقق أي شيء، وبالتالي فإن الآن هناك حملة متواصلة ضد نشطاء سياسيين إلى جانب طبعا حملة السابقة ضد الإخوان المسلمين، ولهذا فالتركيز على الإرهاب وحملة الإرهاب هي لا يمكنها طبعا أن تقدم نتائج جديدة بخصوص هذا الوضع. طيب فيما يخص ما قيل في الواشنطن بوست أن ما يفعله عبد الفتاح السيسي واعتقال المعارضين وما شابه لا يدل إلا على مسألة واحدة، وهي ضعف عبد الفتاح السيسي وليست قوته، تتفق مع هذا؟ سؤالي محدد عن ما جاء في الواشنطن بوست. الواشنطن بوست بتقول ببساطة شديدة أن كل ما يفعله عبد الفتاح السيسي من اعتقالات وتضييق على الحريات العامة يحمل دلالة واحدة، أن السيسي مرتبك، السيسي ضعيف وليس قويا كما يتصور البعض. I
هذا نقاش سريع جدا في القانون العام، وأنا طبعا أدرس العلاقات الدولية. هناك وضعية بخصوص نظام الدكتاتوري، فمنذ 2011 طبعا كان هناك وضع جدا، كان هناك وضوحا بأن هناك أنظمة سياسية ضد الشعوب، وهذا طبعا هو الدليل الذي اعتمده مقال واشنطن بوست، وأن الرئيس السيسي فشل في السيطرة على الوضع، وأنه فاشل وضعيف بخصوص السيطرة الكلية على الشعب المصري الذي طبعا يعيش حالة من الحراك. فطبعا هناك أكثر من 60,000 معتقل، وهناك الكثير أيضا أمام المحكمة. طبعا هناك اعتقالات متواصلة، وأن هناك طبعا تصفيه الكثير أيضا. فهذه الأرقام التي المقدمة توضح بالفعل بأن السيسي أنه لا يمكنه أن يحكم إلا عبر قبضة حديدية، وهذا ما أكدته طبعا واشنطن بوست، وأنا أتفق معهم إلى حد البعيد. وإلى أي مدى سيستطيع السيسي أن يستمر في الحكم من خلال القبضة الحديدية والعصا الغليظة من وجهة نظرك؟ هذا طبعا يعود إلى السيسي وتحالفاته المؤكد الآن، بأن حينما نقوم بمقارنة بين نظام السيسي وما يقع في الجزائر، طبعا هناك حملة كانت في 1990، وطبعا بعد انتخاب الرئيس الجديد عبر نوع من المساومات وعبر نوع من التسويات، فهذا الوضع تغير نسبيا. الآن من سيستطيع أن يقدم نفسه لمحاولة خلق هذه المصالحة؟ وربما ربما قد يكون هناك تحولات، لكن أعتقد أن هذا ربما هذا لن يتم إلا عبر تغيير النظام نفسه. وطبعا فعملية حينما تم تقديم ترشح شخصان على علاقة بالنظام العسكري السابق لم يتم قبوله، وهذا يوضح بالفعل أن هناك سيطرة للسيسي. طيب فيما يخص ما ذكر أيضا في الواشنطن بوست، أن هناك ما يعرف برفض أو أصوات رافضة لما يقوم به السيسي داخل المؤسسة العسكرية في مصر، هل تتوقع ذلك سيد لورنس؟ ما يقع الآن في الحياة السياسية في مصر هو هنا أن الشعب طبعا مل من هذا الوضع، وأن هناك طبعا ربما الآن هناك هذه الحملة ربما قللت من أعداد النشطاء، ولكن الحملة ضد الارتهاب هي متواصلة. هذا ربما سيأتي في وقت لاحق، لكن ما أكده مقال واشنطن بوست هو أن هناك إمكانية لانتفاضات أخرى ربما في خلال السنوات المقبلة، وأن الشعب لم ينسى هذا التعامل، وطبعا هناك ذاكرة لهذا الشعب ولا يمكنه أن ينسى ما فعله النظام. ويليام لورنس، مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في الجانب الاقتصادي قال السيسي إنه بدأ خطة طموحة من المشروعات الاقتصادية القومية العملاقة من وجهة نظره لتحسين أصول الدولة وبنيتها الأساسية وتوفير فرص العمل، بالإضافة لخطط شاملة للإصلاح الاقتصادي على حد تعبيره، ومضيفا أنه يأمل في استكمال ما وصفه بالنجاحات. فلنشاهد. وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات. والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا، فإنني أؤكد لكم
بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة. يقينا مني بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان، والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها. انضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الخبير الاقتصادي شريف عثمان. سيد شريف، أرحب بك معنا. إذن السيسي وصف ما قام به خلال الأربع سنوات الماضية بالنجاحات الكبيرة من خلال بعض المشروعات العملاقة على حد وصفه. الواقع الاقتصادي في مصر يتفق مع ما ذكره السيسي في خطابه اليوم أم لا؟ اهلا بك. لا أهلا، اعتقد ان الواقع الاقتصادي في مصر يتفق مع ما قاله السيسي اليوم. يعني احنا لمسنا جميعا انخفاض مستوى معيشه المواطن المصري على اثر تخفيض قيمه الجنيه المصري مقابل الدولار. الجنيه المصري فقد اكثر من 60% من قيمته، وترتب عليه طبعا انخفاض كبير في مستوى معيشه المواطنين المصريين. في نفس الوقت احنا ملتزمين مع صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم على الوقود، كافة أنواع الوقود ما عدا الغاز المسال بنهاية العام المالي الذي يبدأ بعد شهر، يعني في منتصف 2019 هيكون انتهى الدعم تماما عن تم رفع الدعم تماما عن كافة أنواع الوقود، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض آخر في معيشة المصريين. الانخفاض في معيشة المصريين لم يكن هو العامل السائل الوحيد اللي ظهر خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة، وإنما كان ذلك مصحوبا بارتفاع ضخم في الديون الخارجية التي قفزت خلال السنوات الأربع الأخيرة من حوالي 48 مليار إلى 82.8 مليار دولار، بخلاف أكثر من 10 مليارات من الدولارات تم اقتراضها مع بداية العام الحالي وحتى الآن. يعني الأرقام الصادرة من البنك المركزي التي تتحدث عن 82 مليار دولار ديون خارجية كانت بنهاية العام الماضي 2017، وإحنا اقترضنا بعدها أكثر من 10 مليارات من الدولارات. طيب أنا بس هي نقطة لعل حضرتك تحدثت على أن الدولار فقد أكثر من 60% أو الجنيه فقد أكثر من 60% من قيمته، لكن هو الدولار كان أعتقد السيسي خد الحكم والدولار بحوالي 8، والنهاردة الدولار في مصر رسميا ب 18 إلا قليلا يعني، وبالتالي لا الموضوع يزيد عن 60% بكثير بتهيألي دكتور سيد شريف. لكن على أي حال فكرة أن المشروعات القومية ممكن تكون القاطرة لتسحب الاقتصاد المصري ويكون لها أثر جيد خلال الأربع سنوات القادمة، هل ده من الناحية الاقتصادية ممكن يكون حقيقي أم لا؟ للأسف يعني في بعض الأحيان ممكن كان ده يكون حقيقي، لكن المشروعات الاقتصادية الضخمة اللي احنا بنتكلم عليها كانت في اتجاه عقاري، يعني لم ينتج سلعة يتم تصديرها يحل أزمة عجز ميزان المدفوعات أو عجز الميزان التجاري، لم ينتج أو لم يسير في اتجاه استثمارات تزيد من الناتج المحلي أو الناتج القومي للمصريين، وبالتالي ينعكس على ارتفاع مستوى دخولهم. كانت يعني كلها لو بنتكلم على مشروعات ضخمة، احنا عندنا قناة السويس الجديدة التي لم تضف إلى مدخلات الدولة المصرية من العملة الأجنبية بما يعني له أي قيمة. عندنا العاصمة الإدارية اللي هي يعني لا أعتقد أنها ساهمت في أي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بتاع البلد. الأحاديث الأخرى يعني ما شفتش أرقام طلعت منها، حتى مشروع المليون ونصف فدان انتهى في الآخر على 100,000 فدان، وأكثر المتابعين المتخصصين بيتحدثوا عن أن الموارد المائية المتاحة في مصر لن تسمح بإتمام أكثر من ربع هذا الرقم الذي تحدثوا عنه.
فبالتالي يعني في مشروعات ضخمه ولكن ليس لها اي مردود على مستوى معيشه المواطن المصري او على الاقتصاد المصري، بل بالعكس احنا يعني شايفين ان كثير من المشروعات دي ادت الى زياده المديونيه، وادت الى يعني زياده المديونيه دي بتؤدي بصوره مباشره الى يعني إساءة إلى المستقبل. يعني إحنا بنبوظ المستقبل. إحنا نعم. الديون اللي بتتاخد دي هيكون الأبناء والأحفاد مطالبين بسدادها. فلا أعتقد أن هذا هو نوع الاستثمار الذي كنا نأمل فيه. ابقى معي سيد شريف، سأعود إليك. لكن مشاهدينا الكرام، في أول قرار يمس المواطن المصري في الولاية الثانية للسيسي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي اعتبارا من فاتورة يونيو الجاري، بما يصل إلى أكثر من 46%، وهي الزيادة الثانية في أقل من عام. وتضمن القرار رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة. وكانت مصر قد فرضت زيادة سابقة على أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الماضي، تضمنت رفع سعر مياه الشرب بنسبة وصلت في بعض الشرائح إلى 70%. قبل العودة إلى سيد شريف، أستاذ وائل، السيسي يتحدث عن نجاحات لكن يأتي قرار زيادة شرائح فواتير مياه الكهرباء والصرف الصحي، ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أنه سيمرر قرار رفع أسعار الوقود، فهو بيأخذ المواطن المتوجس والمتخوف من قرار رفع أسعار الوقود، يعني هو بيتوقع الضربة من هنا فبيضربه ضربة أخرى من اتجاه آخر لم يكن يتوقع بتحريك أسعار المياه، فبينصرف الذهن إلى يعني الصراخ من أسعار المياه، وبالتالي هو بيمضي خطوة خطوة في قتل حاسة الغضب لدى المواطن المصري. يعني هو يعني كثرة الضربات وكثرة الألم بتصل بالإنسان إلى مرحلة إنه خلاص لم يعد يتألم، يعني تشبع وتبلد هذا الجسد من كثرة الضربات، بحيث أنه أي قرار سيتم تمريره بسهولة لأنه ضمن أنه لا توجد أي مقاومة أو أي ممنع. فكرة المشروعات القومية، يعني هناك يعني تدليس في مفهوم المشروع القومي. المشروع القومي في أي دولة وفي أي وطن في العالم هو الذي بيلتف حوله أكبر عدد ممكن من المواطنين بيشعروا بأنهم شركاء في هذا المشروع القومي الذي يحقق عوائد في الناتج القومي، بينعكس على حياة المواطنين. أما ما يعني كل ما يتحدث عنه عبد الفتاح السيسي على أنه مشاريع قومية، هي مشاريع فوقية لا تخدم إلا تلك النخبة القليلة جدا التي صنعت هذا الانقلاب، والتي بتستفيد من عوائد هذا الانقلاب، والتي بيمول كل تضخماتها المالية وتضخمات الثروة لديها هو المواطن المصري البسيط الذي بيتحمل أسعار الخدمات. يعني في الدول المحترمة عموما لا توجد دولة بتبيع الخدمات العامة للمواطن، الخدمات العامة الأساسية اللي هي يعني العلاج والتعليم، والسيسي يعني يبدو لي يعني وكأنه اختطف هذا الشعب في حافلة وتحت بالإكراه تحت تهديد السلاح يخرج كل ما في جيوبه، وهو طبعا يضمن أن لا أحد يتحدث. أشير فقط إلى موضوع الواشنطن بوست، يعني الجديد في أنها ليست نيويورك تايمز اللي هي المتهمة بأنها إخوانية. الواشنطن بوست هي صحيفة اليمين الأمريكي المحافظ الذي هو أقرب إلى يعني سياساتها. أنت أدرى مني الجميع في مصر متهم طالما في هناك نقد بس أنا بقول لك أصلا نيويورك تايمز لما أشارت للتسريبات قبل ذلك قيل أنها إخوانية، والآن أنت الواشنطن بوست هي الأقرب إلى اليمين المحافظ. تمام، لفتة بالطبع. طيب، لكن سيد شريف، هل تعتقد أنه لا مناص من ارتفاعات الأسعار المتكررة خصوصا على طبقة الفقراء في مصر؟ يعني النهاردة رفع أسعار شرائح فواتير المياه والصرف الصحي، كان قبل ذلك المترو، ولعل في كلام قادم على رفع أسعار المواد البترولية. هل النظام في مصر ليس لديه طريق آخر غير هذا الطريق من وجهة نظرك؟
الأمر تعدى أنه يكون اختيارا في الوقت الحالي، فلقد وقعنا على اتفاق مع صندوق النقد، ويعني بعد ما أخذنا جزء من القرض الذي تم الاتفاق عليه كان في هناك مراجعات من صندوق النقد، وفي المراجعات تم النص صراحة على ما ذكرت لك من قبل من أن كافة أنواع الدعم للوقود في مصر سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي القادم في يونيو 2019. فيعني ما فيش مجال ان احنا نحاول الان اننا نناقش هل هو الاختيار الوحيد ولا لا، لاننا مضينا في على الاتفاق على تنفيذ هذه او اتخاذ هذه الخطوات. نعم دكتور، يعني فيما يخص مسألة صندوق النقد الدولي، البعض بيعتبر ان كل ما يطرحه صندوق النقد الدولي دائما لا يأتي في مصلحة الدول، او على الاقل لا يأتي في مصلحة الفقراء في هذه الدول، بل يحدث حالة عكسية، هل هذا صحيح؟ يعني هو ليس صحيح 100%، فبعض القرارات التي يساعد صندوق النقد او ينصح بها يساعد في اتخاذها او ينصح بها يعني احيانا تكون في صالح الاقتصاد وتضع روشتة سليمه، ولكن صندوق النقد عندما يضع هذه الروشتة يضع بجانبها بعض النصائح فيما يخص اجراءات الحمايه للمواطنين، يعني بعد ان يتم رفع الدعم عن الوقود والمياه والكهرباء وبعض انواع الطعام يعني مثل الخبز او الدقيق. فبالتالي احنا بناخد للاسف ما يخص الاصلاح الاقتصادي بدون الاجراءات الاجتماعيه الحمائيه. على سبيل المثال كان من ضمن الحاجات المكتوبه برضه في برنامج المراجعه اللي كتبه صندوق النقد ان كان مطلوب انفاق 80 مليار جنيه على اجراءات شكرا. الحمايه الاجتماعيه للمواطنين. حتى الان يعني انا لم اسمع الا بالاعلان عن النيه في انفاق 16 مليار جنيه، رغم اننا قطعنا اكثر من نصف الطريق في رفع الدعم. ايضا كان هناك الاتفاق على توجيه 250 مليون جنيه لصالح انشاء حضانات بحيث تمكن المرأة من الخروج للعمل عشان يزيد دخل الأسرة، ولم يتم إنفاق مثل هذه المبالغ. أشكرك. فبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات الاقتصادية بعيدا عن الإجراءات الحماية للمواطنين. أسد شريف عثمان الخبير الاقتصادي كنت معي عبر سكايب من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ملمح آخر يبدو أنه أثار الكثير من علامات الاستفهام أو حتى السخرية هو موكب السيسي إلى مجلس النواب. كيف كان هذا الموكب ولماذا أثار كل هذا اللغط أو السخرية لدى البعض؟ دعونا نشاهد.
وديتوا الشعب فين يا حازم؟ دي طبعا لقطة مش حقيقية، لقطة من فيلم طباخ الرئيس لطلعت زكريا وخالد زكي اللي كان بيقوم بدور أعتقد أنا ذاك الرئيس حسني مبارك. اسمحوا لي هناك تعليق مهم نرتدي ثوب زملائنا في هاشتاج لما حدث من هذا الموكب الإمبراطوري لعبد الفتاح السيسي أثناء توجهه إلى مجلس النواب. مثلا رشا عزب الناشطة السياسية المعروفة كتبت قائلة: المبالغة في الاحتفالات الرسمية مع شعب يعاني في اللؤمة والمواصلات يوميا قمة التبجح والاستفزاز، وتعبير عن انفصال تام بين النظام والناس، وكأن ما فيش حد قادر ينصحه أن الاحتفالات المكلفة لا تتفق مع سياسة أنا مش قادر أديك وإحنا فقراء قوي، الناس مش هتنسى على فكرة. ده كلام رشا عزب وعلى عهدة رشا عزب. أعتقد أيضا كان هناك صفوان محمد أحد أهم الناشطين السياسيين يبدو أنه بنى فكرة خطاب سياسي آخر، قال فيه: أقسم بالله العظيم أن أخالف القانون والدستور وأن أجعل من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة المصرية، وأن أقوم بتأميم الحياة السياسية، وأن أعمل على مصالحي الشخصية، وأن أخفي المعارضين قسريا، وأن أسجن الشباب والصحفيين المعارضين والكتاب والإعلاميين، وأن أقتل الكثيرين، وأن أزيد الأسعار، وأحمي اللصوص الكبار، وأن أحصن المؤسسة العسكرية وأسيس القضاء، وأن أجعل من الداخلية أداة للقتل والتعذيب، وأن أجعل مصر أم الدنيا أضحوكة أو أضحوكة كل الدنيا، والله على ما أقول شهيد. صفوان محمد الناشط السياسي مسألة سخرية على كلام السيسي اليوم. ينضم إلينا الآن عبر سكايب من اسطنبول السيد خالد إسماعيل المتحدث باسم حركة شباب السادس من إبريل. أرحب بك معنا خالد وأسألك عن فكرة الموكب الإمبراطوري الذي ظهر به السيسي اليوم. تعتقد ما الرسائل التي يريد إرسالها من خلال هذا الشكل؟ 7 طائرات رافال، 5 طائرات هليكوبتر، 10 السيارات والموتوسيكلات. يعني هو طبعا تناقض فاضح ما بين ما يردده عبد الفتاح السيسي دائما من خلال احاديثه في كل مناسبه، باننا شعب فقير وباننا فقراء قوي وان ضروره التقشف وان انتوا لازم تتحملوا معايا، وما بين المشهد الاخر اللي احنا بنشوفه في كل الاحتفالات او المواكب او المناسبات اللي بيظهر فيها عبد الفتاح السيسي من مبالغه شديده جدا ومصاريف كثيره جدا بتدفع او بيتم دفعها من جيوبه من دماء المصريين. يعني النهارده شكل الموكب اللي بنشوفه في للمره يعني معرفش المره كام المره ال20 بنفس الشكل، ان هو يعني بيذكرنا طبعا بالمشهد بتاع الموكب بتاع السجاد الاحمر، والنهارده هو طائرات من كل الاتجاهات وسيارات موكب سيارات ليس له اول من اخر، وبعيدا عن فكره ان هو بيمشي عكس الاتجاه وبيخالف القانون والدستور، ودي حاجه احنا يعني متعودين عليها من النظام، ولكن خلينا الموقف يعني او مشهد استفزازي تام من النظام بهذا الشكل اللي شفناه النهارده، شكل مستفز ومتبجح، وبعديها بساعات قليله جدا بيتم يعني اعاده هذه المصاريف من جيوب المصريين برفع الدعم عن مياه الشرب. يعني النهارده بنتكلم على يعني رساله واضحه جدا، يعني الراجل في نفس اليوم اللي بيحدث اليمين وبيؤدي اليمين الدستوريه بيتم رفع تكاليف او يعني بيتم استعاده هذه التكاليف من جيوب المصريين. خليني اقول لحضرتك يعني المشهد دوت، وطبعا شفناه قبل اسابيع كان في رفع تذاكر المترو، في بعد يعتبر يمكن بعد ساعات قليله بعد ايام قليله هيتم رفع الدعم عن المحروقات، وده هيتم بشكل يعني بنفس الطريقه اللي بيعملها النظام كل مره وبالطريقه بتاعت الصبه في المصلحه كل يوم خميس هيتم بيها اتخاذ هذه الاجراءات بدون النظر او دون يعني ان يهتز النظام جفن من معاناه المصريين، وبالتالي يعني النظام وكانه يتعمد استفزاز المصريين سواء بالقرارات او السياسات الافقاريه، ده انا شايفها سياسات متعمده بتسعى الى يعني انفجار او تفجير الوضع او انفجار المصريين. انا شايف ان ده وضع، وانا قلت لحضرتك كده في اكثر من مداخله، ان هو بيتعمد هذا من اجل تفجير الوضع داخل المصريين. المصريين هم شويه
صبرهم يعني طويل شويه، ولكن في الاول وفي الاخر يعني الناس ليها في الاخر طاقه تحمل. يعني لما انت بتتكلم على دوله فقيره وما عندناش ولا اخره، يعني كانت الرسائل كانت واضحه. استاذ احمد لما بتتكلم في خطاب الترشح للرئاسه هو قال كلمه واضحه جدا، الراجل ما بيكذبش وما بيقولش حاجه وبيعمل عكسها. يعني الراجل بيتكلم على انه هتتعبوا معايا قوي وانه هتشبعوا من جوعكم وهتشربوا من عطشكم، يعني حتى وقالها حتى بطريقه خاطئه لغويا، ولكن المعنى كان واضح. الراجل ما بيوعدش بحاجه، الراجل بيقول انا دايما انتوا اللي استبعدتوني وانا دايما انا اللي جاي عشان خاطر انقذ الوطن. انا مش شايف اي انقاذ للاسف، انا شايف انهيار للدوله المصريه وانهيار للاوضاع المعيشيه للمصريين بشكل كبير جدا، وده يعني في الغالب هيكون هو يمكن التدخل الالهي اللي احنا بنقول عليه في ظل حاله المواد السياسي او وفاه الحياه السياسيه في مصر بشكل كبير. يمكن ده يكون التدخل الالهي، وشفنا قبل يومين في حادثه مهمه قوي، حادثه الدكتور المصري وزوجته المهندسه اللي يعني لسه متزوجين عندهم 30 سنه والاثنين انتحروا، يعني ما عندهمش حتى اسره، ما عندهمش اولاد، الكلام ده كله، ولكن عندهم لسه متزوجين حديثا، وصل بهم الامر ان هم ينتحروا. اي نعم لسه من الفقر والحاجه كما ذكر في هذه القصه، القريب العاجل ان هي هتبقى في انفجار شعبي كبير، وممكن يكون ده هو ده التدخل الالهي اللي ممكن يعيد تاني مصر من قبضه الدوله العسكريه من جديد. خالد إسماعيل المتحدث باسم حركة 6 إبريل كنت معي عبر سكايب من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. وسريعا مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع آراء عدد من المصريين حول توقعاتهم للفترة الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فلنشاهد. والله وكان على حق ربنا ينصره، وكان على باطل ربنا هو اللي في إيده كل شيء. أنا هنا صوري. لا مش ربنا ياخده، فالحق ده في علم ربنا، فهو لو على حق ربنا ينصره، لو على باطل ربنا برضك عليه، خلاص الحق للدنيا كلها. هو اللي جاي ده بإيد ربنا كله سبحانه وتعالى، بس بالنسبة للواقع اللي احنا شايفينه ده بيدمر البلد أيا كان هو مين، فالكل ده دمر للبلد ودمر للناس، الطبقة اللي هي اللي مش باينة أصلا، الطبقة المدفونة اللي هي زي حالتنا. فاحنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد ليه يد في اللي احنا في البلد بيحصل لها ده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والله اتوقع مجاعه اكتر من كده، مجاعه اكتر من كده، الناس بصراحه مش مستحمله، الناس تعبت. ان شاء الله باذن الله خير، باذن الله الرئاسه الجايه مش اللي احنا فيها، اللي احنا فيها دي ربنا خلصها بالسلامه. الجديد بقى اللي احنا فيه دوت احنا مش متوقعين اي، مش متفائلين خير. احنا خلاص يعني احنا حتى الشغل عندنا وقف، حتى اللي كان معاه قرشين يعني كان معاه قرشين شالهم صرفوه، الدنيا خربت علينا. حضرتك هنروح فين تاني؟ يعني من وجهه نظر ان الاوضاع هتستقر في البلد، والبلد يعني كل يوم عن يوم هتبان فيها المشاريع اللي هي بتتعمل، وعائدها هيخش على البلد، والبلد كل يوم هتتحرك للامام، وان شاء الله المستقبل يبقى افضل من اللي فات ان شاء الله. يعني في ظل الوضع الحالي انا شايف ان الناس يعني ايه بيهمها انها حياتها اليوميه بس تبقى متوفره وموجوده مش اكتر. يعني شفنا ان المترو زاد طبعا في ظل الشده اللي موجوده والاحكام اللي موجود من الحكومه ومن الدوله، الناس انها عشان تعبر عن حتى لو الناس رافضه او عندها رفض بيكون صعب، بيكون في حاله استكانه او رضوخ او يعني خلاص بقى يعني نمشي حياتنا عشان نعيش وخلاص وندفع الاسعار وكده. ف طول ما النظام يعني او الحكومه بوضعها الحالي، الوضع اللي هو وضع الشده او ان خلاص في سقف معين انا حاطه لك ما تعديهوش، هيفضل الوضع كده زي ما هو، ان هو ايه خلاص بقى يعني انا مش هقدر اعبر عن السقف اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها. فانا مش شايف ان في تطور، انا شايف ان ايه او ان في تطور في رد فعل الناس، رد فعل الناس زي ما هو، الاسعار مثلا بتغلى والناس يعني ما فيش حاجه. إذا كنا افتقدنا الناس في المشهد الخاص بعبد الفتاح السيسي وذهابه إلى مجلس النواب، فذهبنا نحن
إليهم في إحدى المناطق العشوائية أو المناطق الشعبية البسيطة واستمعنا إلى آرائهم كما استمعتم سابقا في هذه المداخلات الخاصة بالمواطن المصري. بين مشهدين، المشهد الإمبراطوري ومشهد الناس وهي بتتكلم بتقول إحنا مش متوقعين خير خلال الفترة القادمة، ودي عينة عشوائية لا نستطيع أن نقول أنها بتمثل طبعا كل المصريين. الحقيقة أنا يعني أنا فكرة إن دي رسائل استفزاز للمصريين وإمعان في الإهانة، لا، هي دي رسائل الخوف والفزع. هو قصد بكل هذه الترسانة العسكرية والأسلحة المختلفة والطائرات والمركبات إنه يمعن في تفزيع المصريين، في ترويع المصريين، في قتل أي تفكير لدى المصريين في الصراخ أو في التعبير عن الغضب، وبالتالي كل هذه المظاهر المسلحة حس انه بيمضي في مدينه اشباح. يعني انا القاهره، يعني القاهره الكبرى 22 مليون بني ادم. يعني اذا كان رئيس مجلس النواب بيتكلم في كلمته على انه تلبيه الاراده الشعبيه والجماهير، كنا يعني كان من المتوقع ان نرى الجماهير مصطفه على الجانبين تحيي الامبراطور الذاهب الى فتره رئاسيه جديده، وهو ما لم يحدث، وكانه تم تجريف القاهره من السكان. الحقيقة أنه هذا الاستعراض المفرط للقوة الباطشة أو الغاشمة كما يسميها عبد الفتاح السيسي نفسه، يعني هو بيتحدث عن القوة الغاشمة، بيعبر عن خوف من مجهول ما. يعني السيسي لا يخاف من المعلوم أمامه، يعني هو يدرك تماما أنه مسيطر على كل ما يعلمه من قوى حية في المجتمع، معارضة، أو هو خائف من مجهول لا يتوقعه أحد. وهذا بالفعل للأسف الشديد يعني وصلنا إلى حالة أن المعارضة المصرية صارت بتترقب أو بتنتظر تدخل الإلهي كما قال خالد الإلهي، وكأننا وصلنا إلى مرحلة من العجز التام عن فعل أي شيء، وهذه حقيقة مؤسفة. أنا عايز نقارن سريعا أستاذ وائل ما بين خطاب السيسي 2014 وخطابه 2018 اللي احنا عرضناه، فدعنا نذهب لأربع سنوات سابقة ونحيا أفضل لمحدودي الدخل والفقراء وسنجني الثمر. الكلام ده كان في 2014 من أربع سنين سابقة، وكان الكلام ده بيقولوا على الأربع سنوات الماضية، وسؤالي هل تحققت هذه الوعود خلال الأربع سنوات الماضية؟ لا، هي ليست وعود، هي حزمة من الأكاذيب بتتجدد كل أربع سنوات تقريبا بنفس الصياغة. يعني فيما يخص محدود الدخل والحياة وبناء المواطن المصري، يعني احنا تم سحق المواطن بسلسلة أخرى من الإجراءات الاقتصادية طويلة أفضنا في كلامها. فيما يخص حياة المواطن نفسه، يعني بالأمس وهو بيجري البروفة في ميدان التحرير للذهاب لأداء اليمين، في يعني شهيد بيقتل اللي هو الشهيد رأفت الرشيدي، صحيح، بيختفي قصريا، ثم اتصال بزوجته لكي تستلم الجثة من قسم الهرم بمنتهى البساطة. في كلامه عن الدولة المدنية والمجتمع المدني، يعني مؤسسات مجتمع مركز النديم وهو يعني منظمة مجتمع مدني ومنظمة حقوقية، ماثلات أمام قاضي التحقيق اليوم وغدا في قضايا ستنتهي غالبا بالحبس مرة أخرى. وبالتالي يعني هذه الرسالة ينبغي أن يعيد الإنصات إليها المواطن المصري، يقيم أربع سنوات، منذ أربع سنوات حزمة الأكاذيب والوعود ماذا تحقق، ثم يقارن بحزمة جديدة من الأكاذيب هي نفسها، كأنه ينقل من نفس الخطاب القديم، وبالتالي يعني سيكون القادم أسوأ من الأربع سنوات التي مضت، وفي انتظار أن يعني تستعاد مرة أخرى حاسة الغضب، حاسة الإحساس بالكرامة الإنسانية لدى المواطن المصري. ودون ذلك يعني فهو سيستمر في سحق عظام الناس وفي سحق كرامة الناس إلى ما لا نهاية. الأستاذ وائل قنديل الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا. وشكر موصول لكم مشاهدين على طيب متابعتكم للمسائية، غدا بإذن الله نلقاكم في مسائية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.